جولة مناقشة جديدة لقانون الانتخاب المقدم من الحكومة لن تحمل جديدا سوى ارتفاع حدة السجلات التي تسجل مواقف وتقلبات على مدار الساعة. البداية من كمين الشتوة الأولى. قبيل جلسة اللجان المشتركة بقي التباعد قائما بين أعضاء البرلمان بمن فيهم الحلفاء والشركاء. تقرير دنيز رحمي فخري. رفض طرح اللقاء الأرثوذكسي. حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن تصرف عون لا يمت إلى الحكمة والهدوء بالصلة، وأن المسألة ليست قضية زيارة كنيسة فحسب، فالشهداء الموجودون في مقابر الكنيسة استشهدوا خلال حرب الإلغاء، وعون يتحمل المسؤولية وفق جعجع لإيجاد الحلول في البلاد العربية. أوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للنهار أن الحكومة تحرص من جانب الوزارات المعنية، كاشفا أنه سيدعو قريبا إلى عقد طاولة حوار اقتصادي اجتماعي في السراي. الهيئة الاقتصادية تجدد رفضها سلسلة رتب والرواتب كما أقرتها الحكومة، ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية يحذر من الانهيار الاقتصادي. تقرير هنادي رحمي. هذا ودعا المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين إلى عقد الاجتماعات في مراكز فروع النقابة كافة الأربعاء للتصويت على توصية المجلس بإعلان الإضراب العام في المدارس الخاصة وتظاهر يوم الأربعاء في العاشر من الجاري. شهدت الحارة البرانية في طرابلس ليلا قيام بعض الأشخاص بإطلاق نار كثيف باتجاه جبل محسن. تولى الجيش اللبناني الموجود في جبل محسن الرد على مصادر النيران وسيرى دورية باتجاه الحارة البرانية. جلسة علنية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان جدد فيها محامو الدفاع عن المتهمين اعتراضهم على قانونية إنشائها. تقرير الخاص، ماذا يعني الحق في الوصول إلى المعلومات، وهل سينجح مجلس النواب في إقرار اقتراح قانون يشرع ذلك؟ جوني تانيوس والتفاصيل. وجهت إيران تحذيرا ضمنيا لسوريا من أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية سيؤدي إلى خسارة الحكومة السورية مشروعيتها بالكامل. وردا على سؤال بشأن احتمال استخدام دمشق أسلحة كيميائية ورد فعل طهران، أعلن وزير الخارجية الإيرانية علي أكبر صالحي أنه يمكن القبول به بتاتا. وزير الخارجية السورية وليد المعلم أكد من نيويورك أن بلاده لا تزال تؤمن بالحل السياسي للخروج من الأزمة. أم المعارك في حلب تدمر أسواق المدينة التاريخية. تقرير جان خوت. حمل النائب وليد جملاط مسؤولية إحراق مدينة حلب وتدميرها للنظام السوري وحلفائه من روسيا إلى إيران. أفاد مصدر في الجيش السوري الحر أن قوة تابعة له اشتبكت مع مجموعة تبين أنها من حزب الله في بلدة الحيدري السورية الحدودية القريبة من القصير في محافظة حمص، ما أدى إلى مقتل 3 مقاتلين من حزب الله وجرح 17 آخرين. وكانت بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة. ننتقل الآن إلى الزميلة مجدة الخطار. مجدة، صباح. أم المعارك في حلب تدمر أسواق المدينة التاريخية. تقرير جان خول. صفحة الرياضية مع زميل جورج السويدي. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية مع زميلة ميشيل حداد. ختام النشرة، نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.